التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مع مبادرة حياة كريمة بيشتغلوا طول الوقت على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية والتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في المحافظات الأكثر احتياجاً وتقديم كافة المساعدات من خلال الأعمال الخيرية اللي بتتبناها حياة كريمة والتحالف الوطني. وفي الحقيقة حياة كريمة والتحالف الوطني بيستهدفوا تحقيق هدف العدالة المكانية من خلال التعامل مع الفجوة التنموية الجغرافية زي ريف الوجه القبلي وريف الوجه البحري. ولو جينا بصينا لمبادرة حياة كريمة والتحالف الوطني هتلاقيهم بيمثلوا شريان لحياة أهالي المحافظات الأكثر احتياجاً وكمان الصعيد من خلال منحهم شكل جديد لمجتمعاتهم المحلية وتلبية تطلعاتهم المعيشية من الأعمال الخيرية اللي بيقدموها. وهنلاقي كمان الأعمال الخيرية دي ليها دور كبير في سد الفجوات التنموية بين المحافظات والمدن، ده غير إنهم بيحرروا المواطنين من العوز والاحتياج من خلال المساعدات المستمرة طول الوقت لأهالينا في كافة المحافظات والمناطق. كمان مشروعات وجهود مبادرة حياة كريمة في أعمال الخير بتمثل نقطة ارتكاز مهمة لتحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بمعيشة الأهالي والامتداد للمناطق المحرومة والنائية بالخدمات والرعاية اللازمة، وده كله الهدف منه عمل نقلة حقيقية في توفير كل الخدمات الخيرية اللي بيطمح ليها المواطن المصري ودعم المواطن من خلال توفير فرص العمل للشباب وتحفيز الاستثمار وتوفير القروض الميسرة للمشروعات الصغيرة والتوسع في خدمات التدريب المهني.